أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اگر رات کو نیند نہ آئے تو یہ دعا پڑھیں، انشاءاللہ سکون کی میٹھی نیند آئے گی۔ تو آئیے ناظرین و سامعین، آج کی ویڈیو میں اس دعا کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور سونے سے پہلے اس دعا کو پڑھ لیں تو انشاءاللہ نیند میں سکون اور راحت پیدا ہو جائے گی۔ آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم غارت النجوم وهدأت العيون، وأنت حي قيوم، لا تأخذك سنة ولا نوم، يا حي يا قيوم، أهد ليلي وأنم عيني. وأنت حي قيوم، لا تأخذك سنة ولا نوم، يا حي يا قيوم، أهد ليلي وأنم عيني. اللهم غارت النجوم وهدأت العيون، وأنت حي قيوم، لا تأخذك سنة ولا نوم، يا أهد ليلي وأنم عيني. اللهم غارت النجوم وهدأت العيون، وأنت حي قيوم، لا تأخذك سنة ولا نوم، يا حي يا قيوم، أهد ليلي وأنم عيني. وأنت حي قيوم، لا تأخذك سنة ولا نوم، يا حي يا قيوم، أهد ليلي وأنم عيني. اللهم غارت النجوم وهدأت
العيون وأنت حي قيوم لا تأخذك سنة ولا نوم يا حي يا قيوم أهد ليلي وأنم عيني. اللهم غارت النجوم وهدأت العيون وأنت حي قيوم لا تأخذك سنة ولا نوم يا حي يا قيوم أهد ليلي وأنم عيني. اللهم غارت النجوم وهدأت العيون وأنت حي قيوم لا تأخذك سنة ولا نوم يا حي يا قيوم أهد ليلي وأنم عيني. اللهم غارت النجوم وهدأت العيون وأنت حي قيوم لا تأخذك سنة ولا نوم يا حي يا قيوم أهد ليلي وأنم عيني. اللهم غارت النجوم وهدأت العيون وأنت حي قيوم لا تأخذك سنة ولا نوم يا حي يا قيوم أهد ليلي وأنم عيني. اللهم غارت النجوم وهدأت العيون وأنت حي قيوم لا تأخذك سنة ولا نوم يا حي يا قيوم أهد ليلي وأنم عيني. اللهم غارت النجوم وهدأت العيون وأنت حي قيوم لا تأخذك سنة ولا نوم يا